مفاجأة من العيار الثقيل، قرر متوسط ميدان فريق مانشستر سيتي اعتزال اللاعب نهائيا مع المنتخب الفرنسي أياما قليلة بعد إبعاده من صفوف الدياكة خلال كأس العالم 2014 بالبرازيل. نصري قال بأن اعتزاله اللاعب دوليا مع فرنسا جاء بعد إلحاح كبير من قبل والديه، مؤكدا أن هذا القرار أسعدهما كثيرا. كما لمح نجم فريق مانشستر سيتي إلى أنه ندم كثيرا لحمل قميص فرنسا على حساب ألوان المنتخب الجزائري. قرار نصري بالاعتزال وتصريحاته ضد فرنسا أحدثت موجة غضب واسعة هناك، حيث طالب العديد من المتتبعين إسقاط الجنسية الفرنسية عن متوسط ميدان الأثرياء انتقاما من تصريحاته.